الخير متابعي قناة سامراء الفضائية. أنا دكتور علي من مركز ماستر أوف بيوتي للتجميل، واقع في اليرموك بغداد. اليوم حابين نحكي فقرة ستايل عن جهاز تقريبا ما متواجد بكل مكان بالعراق، فقط بمناطق معينة نستخدمه بعمليات التجميل. هذا الجهاز اسمه فكترا، هو أو التصوير الثلاثي المتعارف عليه، يعطينا نظرة استباقية عن عملية التجميل قبل إجراها. مثلا أدي اليوم أنا زبون موجود لنأخذه يسوينا عملية أنف. فقبل عمليات الأنف مثلا نحب نراوي الزبون أن العملية أو النتيجة مالته شلون العصير. عفوا غالب، ممكن ترجع لي ورا شوية، ممتاز، شوية لقدام، بعد شوية، شوية بعد، أوكي، كلش ممتاز. هذا الجهاز كلش مهم بعمليات التجميل، طبعا يشمل كل عمليات التجميل مو بس الأنف، عمليات شد البطن، النحت، عمليات شد الصدر، عمليات تجميل الوجه وشد الوجه، عمليات تجميل الأنف بشكل أساسي بمركز نحن نسويه، يعطينا فكرة عن نتيجة العملية قبل إجراها. ممكن إجراتك أشتيدك نرجع شوية، عفوا، هاي كلش ممتاز. لنأخذ صورة استباقية قبل العملية للزبون، عفوا، كلش ممتاز. اوكي، شكرا عين الغالب، تعال استريح. هسه هو الجهاز اللي يسوي لنا صورة ثلاثية الأبعاد، ممكن نسوي بها العملية كاملة قبل العملية الحقيقية. طبعا يعطينا الجهاز نسبة 80-90% من النتيجة الحقيقية قبل العملية، يعطي فكرة للزبون قبل ما يجي. زبون غالبا الشيء المتخوف الأساسي من إجراء عمليات التجميل هو شلون العصير أو شنو راح تكون نتيجة العملية. هذا الجهاز فكرته انه يعطيك 80-90% من نتيجة العملية حتى تشوفها، يرهم على وجهك انت تسويها تكمل ولا زين، ليش سوينا احنا هيك، ليش ما هيك دكتور، حتى يفتهم الزبون والطبيب، يصير النقاش بيناتهم قبل العملية ويكون التوافق هذا الموجود ممكن نطبقه بالعملية حتى نحصل اعلى نتيجة ممكنة بالعملية، ويكون الزبون اكيد راضي. هسه هو الجهاز دي يسوي لنا هاي الصورة ثلاثية الأبعاد، كملها هسه. هاي الصورة مالتنا كملت الغالب، هاي الصورة. اوكي، الآن نبدأ نشتغل عليها، نشتغل انه هو راينوبلاستي، يعني اللي يسوي عملية تجميل أنف. يبدي الجهاز يحدد مكانات معينة زين اللي هي النقاط الأساسية للعمليات. احنا عندنا اسيمتري بالفيس واضح كلش، يعني عندك انحراف موجود، الأنف مايل تماما للجهة اليمين زين، عندك عظمة الأنف الموجودة هنا كلش عريضة بسبب انه دائما يصير عندنا في التضخم بالرفوف الأنفية الداخلية وتحسس أو من الأجواء، فالأنف شي يسوي يوسع العظمة على مود يقدر يدخل جزء من الهواء بشكل لطيف وجميل إله، هذا النوعية دفاعية للجسم فيسبب لنا الأشكال. فإحنا حتى يعني نقوم بعملية التجميل لازم نحط أساسيات. الأساسيات شنو؟ إنه هاي العظمة مال الأنف العرض مالتها أكيد لنقلل 100% يسمون نحت الأنف. الانحراف سببه شغلتين اساسيات، الاساسيات هي الحاجز الانفي الجوة منحرف مائل للجهة اليسار على مود يطور روحه، فالانف كله يميل على جهة اليمين، هذا السبب. والغضاريف الانفية الموجودة هنا زين ذن كلش عريضات وكبار، هم لازم ننحت بيهن ونعدل، وشوية نسوي رفعة كلش بسيطة. راح نشوف هنا النتيجة شلون تصير. وبهاي الفكرة سويناها. عندنا عظمة الهام جدا عالية، فلا نبدأ ننزلها كذلك الموجودة التنزيل الثاني. طبعا هنا ما جاي عن افتراض، هو مو فوتوشوب، موجودة هنا أرقام خاصة تطلع لنا، هاي الأرقام هي أساسيات علمية موجودة
بالبشر، يعني مو كيف نحن اخترعناها. الأساسيات العلمية كلش تأثر. مثلا يجي يسوي عملية تجميل أنف بس قال أنا النفس مالتي كلش مو زين أو قفل تماما. فهاي الأساسيات العلمية الموجودة هنا قاعد تعطينا فكرة إنه وين نوصل ونوقف. لا يقول لك الجهاز لا هنا بعد ما تقدر تسوي شيء هنا، يعني اكو في التأثير على النفس مالتك او الشكل. نبدأ ننزل بالارتفاع مالته. هسه احنا كملنا العملية خلينا نقول بهذا الجهاز، وكان الزبون كلش راضي بالنتيجة، ودلاحظ انه العظمة الانف راحت، انحت جزء الجانب من الانف، قللت الارنبه، صغرت الحجم مالتها، ولم الانف بشكل جميل وحلو وكان مناسب ومتناسق لوجهه، وعجبته النتيجه. فاكيد من عجبته النتيجه فاكيد يعني راح يصير تشجيع بداخله انه يسوي العمليه. فهاي فكره الجهاز انه تعطينا البوند الموجود بين الزبون وبين الطبيب، والثاني انه الزبون يطلع راضي بالنتيجه، فمن تسوي العمليه يكون مقتنع. وها اليوم كملنا وياكم فقره ستايل، ونتمنى نشوفكم مره ثانيه.